يدخلوا ممثلين ديالنا جمعيه الاباء يمثلوا هاد الناس هادو ويهضروا عليهم. حنا ضرينا بزاف من هاد الشيء اللي واقع، وليداتنا ضايعين بزاف هاد الشيء. انا ولدي على سبيل المثال في التاسعه، باقي لحد الان ما قراش علوم الحياه والارض، والمواد الاخرين كيقرا فيهم ساعه، تيقرا نهار 2 3 السوايع، تيقرا العربيه ساعه، في الفرنسيه وساعه في المات، والسبت ساعه في الاجتماعيه، السوايع الاخرين كلهم تيضيع فيهم. انا ماشي في القدره ديالي ان نديه للبريفي اولا ندير له سوايع، حديت وحديت الدار، وهاد الاساتذه اللي غيخدموا معاهم ما كاينين شيء. انا ماشي ضد الاساتذه، انا مع الاساتذه لحقاش من هنا القدام، ولدي تا هو ان شاء الله في المستقبل يقدر يكون تا هو استاذ، ما غنبغيش حقوق يضيعوا. انا بغيت هاد الناس المسؤولين يديروا حل هاد الاساتذه هادو باش وليداتنا ما يضيعوش، لحقاش ولدي في الاخر ديال السنه غيكون عنده موحد، غيكون بحالو بحال الوليدات، غيضيع. انا قدام عيني تيبان لي ولدي ان عنده السنه ضايعه بزاف. هاد الشيء هذا حنا ما بقيناش قادرين يديروا لنا حل، الله يجازيهم بخير. هاد الشيء اللي كنطلب. هي ما كايناش وقفه، كاين اجتماع، ولكن مني اللي خصو يكون بصح خصو يكون عامه في المغرب، وان الوليدات ديالنا راه ضايعين. راه كل 3 أيام 4 أيام كاين عطله، كل 3 أيام 4 أيام عطله، ما عرفناش علاش. هاد المشكل خصو يتحل، يتحل من الجذر. يعني لما تحلش من الجذر ما يعطيوش للناس اللي واصلين للدور، كاع الوليدات ضايعين. راه يعني خصنا نساليو من الدراسه ونقلبوا على طبيب نفساني باش نعالجوا الوليدات، راه عيب وحشومه. حنا في بلاد القانون وبلاد الثقافه وبلاد يعني بلاد العز، خصنا نكونوا معزوزين. خص الناس كما تيفتخروا بينا، الناس خصها تفتخروا بولادنا وتفتخروا بوليداتنا. الا ما عطاش الاستاذ، الا ما عطيتوش الاستاذ، راه ما يعطيش لوليداتنا. راه الاستاذ خصو بعدا يكون على يكون مكرم، ويكون اي حاجه اللي تخليه يعطي. راه خاص الوزاره الوصيه خاصها تهلا في الاستاذ، يعني اللي ما كانش الاستاذ راه ما كاين والو. راه هو اللي هو لا باز، هو التربيه، هو الاخلاق مع التعليم. حنا لا حتى شي حاجه من هذه ما تنوصلوها. راه خوتي نربي وليداتنا، راه اللي ما خداوش في الدراسه راه ما كاين والو، راه ما كاين والو. راه خصنا نتعاونوا مع الاستاذ. الاستاذ راه اب ديال الاسره، اب وليداتنا كاملين. منين جا هذا الوزير؟ منين جا هذا الرئيس؟ منين جا هذا المدير؟ منين جا هذا المفتش؟ راه جا من ذاك الاستاذ. يعني الاستاذ اللي ما تعطانيش الحق، راه وليداتنا ما يعيشوش الحق ديالهم. وهذا راه حشومه وعيب. في 2000 وداخلين على 2024 وباقي حنايا باقيين حوار على الطاولات. خاص يكون حل جذري، وتنتمنى من الله كان يكون حل جذري. راه ماشي الوقفه هي اللي عتب المشكل، راه الدماغ، راه العقل. حنا الحمد لله راه حنا بنادم واعي، دابا كلشي صغير وكبير ولا واعي. علاش ما نحلوش المشكل؟ علاش؟ علاش ديما دابا هما معطلينهم، وهما معطلين وليداتنا، وشنو ندير دوك الوليدات؟ تنطلبوا الله هذا المشكل يتحل. راه حنا وليداتنا ضاعوا، وحنا حتى حنا تدمرنا معاهم بقوة ما جالسين وليداتنا حدانا. بغينا الحق ديال الأساتذة باش يتعطى الحق لوليداتنا. حنا راه حنا ضرينا بزاف بزاف. حنايا كاين اللي عنده الباك سيزيام، كيفاش هذا الولد بيدوز هذا الباك ولا بيدوز هذا السيزيام؟ حنا تنطلبوا الله هذا المشكل يتحل. بينا باش نشوفوا شي حل، الى تنطلبوا الله يتحل هذا المشكل اللي عند الاساتذه باش يتحل لنا مشكل وليداتنا. راه حنا وليداتنا جالسين قريب من الشهر هذا.